السادس للقرآن الكريم ذكر ومذاكرة. الحجر الأسود. الحجر الأسعد. منه يبدأ الطواف وعنده يرتفع الهتاف. بسم الله. الله أكبر. قال النبي صلى الله عليه وسلم: الحجر الأسود يمين الله في الأرض. صدق رسول الله. الحجر الأسعد. حلقات مسلسلة تكتبها أمين الصاوي، يخرجها فاروق لطيف. ويدور الزمان دورات ودورات، ويصل بنا إلى عبد الله بن عبد المطلب، فنراه وقد ترك عروسه بعد أيام من الزواج، وسافر مع القافلة المتجهة إلى الشام في عير قريش، في تلك الرحلة التي لم يعد منها. ونرى آمنة بنت وهب تضع وليدها يتيما فيكفله جده، ولا يلبث الجد أن يموت فيكفله عمه أبو طالب، ويكبر الوليد محمد بن عبد الله، ويدرج من الصبا إلى الشباب، ويتميز بصفات لم يعرفها الناس من قبل في صبي أو شاب. مرحبا بكم في قناة المحسنين الثلاث إذاعية المغربية، تجعلهم يطلقون عليه لقب الصادق الأمين. ونرى محمدا لا يتعامل مع الأصنام كما يتعامل الناس، ولا يسجد لها أو يحفل بها، وإنما يتجه إلى الكعبة مباشرة فيطوف حولها معظما مكرما كلما استطاع إلى ذلك سبيلا. وتحترق الكعبة يوما بشرارة طارت من جمرة امرأة جاءت تعطرها بالمسك والعود، وتمسك النار أول ما تمسك بالكسوة فتحترق، ثم تمتد إلى الأخشاب فتحترق هي الأخرى، ثم تتصدع الجدران ويتداعى بعضها، ومنها الجدار المثبت به الحجر الأسود. وتقف قريش بعد الحريق حائرة، لا تدري ماذا تفعل ولا كيف تتصرف، ويدور النقاش طويلا بين رجالاتها، وينقسم الناس إلى فريقين: فريق بزعامة الوليد بن المغيرة، وهذا يقول: لا بد من هدم الكعبة وإعادة بنائها. وفريق بزعامة أبي وهب بن عمرو، وهذا يقول: لا يمكن أن نهدم بيت الله وكعبته. وتمر الأيام وقريش في خلافها الذي يزداد يوما بعد يوم، ويتشعب ويتشابك، وكأنما أراد الله سبحانه وتعالى أن يحسم هذا الخلاف، وأن ينقذ الكعبة من ذلك الحال الذي وصلت إليه بسبب الحريق، فأرسل إليها سيلا جارفا يحمل كميات ضخمة من الردم الذي كان بأعلى مكة. وتمتلئ الساحة حول الكعبة بهذا الردم، ويرتفع الماء فيصل إلى ثلاثة أرباع البناء، فينهار ما بقي من الجدران، ويجمع الوليد بن المغيرة رجالات مكة ويدور الحوار: لقد نصحتكم بهدم الكعبة وبنائها من جديد بناء قويا قادرا على الصمود، فلم تسمعوا لقولي، فما رأيكم الآن بعد أن فعلت السيول ما فعلت؟ يا ابن المغيرة، البناء لا بد أن يسبقه الهدم، ونحن نتهيب أن نمد يدنا بمعول إلى بيت الله. لقد تولت السيول عنكم عملية الهدم. قل تولت بعضها، ثم لا تنسى هذه الحية الضخمة التي تسكن الكعبة. أجل، لا بد من عمل حساب لهذه الحية، فما من أحد يقترب منها إلا احزألت وكشت وفتحت فاها تريد ابتلاعه. اللهم يا رب البيت،
إن كان لك في هدم الكعبة رضا فأتمه واشغل عنا هذه الحية الخطرة. وبينما رجالات مكة في نقاشهم الحائر يتقاذفهم الخوف والرهبة ويدفعهم الأمل والرغبة في إنقاذ الكعبة مما حل بها، إذ بنسر ضخم ينقض على الحية ويدخل معها في صراع رهيب ينتهي بأن يحملها بين مخاربه وينطلق بها إلى السماء، فيرتفع الهتاف والتهليل ويقول الوليد: ها قد تخلصنا من الحية وأنقذنا الله من خطرها، ولم يعد لدينا ما يمنع من تنفيذ الهدم والبناء. حقا، والآن علينا أن نعرف كيف يكون الهدم وكيف يكون البناء وما هي التكاليف اللازمة لذلك. هدم الباقي من الجدران لن يكلفنا شيئا، أما البناء فسوف يحتاج إلى كثير من الأخشاب القوية. نحن لا نملك شيئا من هذه الأخشاب القوية. لا بأس لا بأس، سنرسل إلى البلاد المجاورة من يشتريها لنا ويعود في أقرب فرصة. وبينما الوليد يبحث أمر شراء الأخشاب مع بعض التجار، إذ يدخل إليه من يبلغه أن سفينة كبيرة قد رمى بها البحر إلى شاطئ جدة فتحطمت، وأن صاحبها الرومي يريد أن يبيع الأخشاب التي تحملها. ويجد القوم في هذه الأخشاب ما هم محتاجون لكي يعيدوا بناء الكعبة، فيستقدمون الرومي ويشترون الخشب، ثم يحضرون نجارا مصريا قد اشتهر بالمهارة والخبرة، ويتفقون معه على إقامة البناء، ويبدأ الجميع يستعدون للعمل. ولكن الكثيرين من وجهاء مكة وكبارها عادوا إلى خوفهم وترددهم، فجمعهم الوليد مرة أخرى وسألهم عن السبب في هذا التردد فأجابوا: معذرة يا ابن المغيرة، إننا نهاب هدم بيت الله. يا قوم، هل نريد بالهدم الإصلاح أم الإساءة؟ إنما نريد الإصلاح ولا شيء غيره. إن الله لا يهلك المصلحين، فهيا ارفعوا معاولكم ولنبدأ هدم الكعبة ثم عمارتها، ولا تدخلوا في عمارتها إلا من طيب أموالكم، ولا تدخلوا مالا من ربا ولا مال ميسر ولا مهر بغي، وجنبوها الخبيث من أموالكم، ولا تظلموا فيه أحدا من الناس، فإن الله لا يقبل إلا طيبا. بقيت مسألة هامة يا ابن المغيرة. وما هي؟ من الذي يعلو الكعبة فيبدأ الهدم؟ واحد منا بلا شك، نحن الكبار في مكة، ولا يعقل أن نترك عملا كهذا للصغار. حدد الرجل يا ابن المغيرة. حددوا أنتم. ولم لا تحدد أنت؟ ما الفرق بيني وبين أي واحد فيكم؟ الواقع أن الخوف لا يزال يسيطر علينا، وليس بيننا من يجرؤ على البدء. ويحكم ويحكم، أبعد كل ما قلناه لا تزالون على خوفكم؟ ولما لا تبدأ أنت يا ابن المغيرة؟ أنا لها سوف أبدأ أنا بالهدم. هذا هو الرأي الصواب، وإن كنا نخاف عليك. أنا شيخ فان، إن أصابني أمر كان أجلي قد دناه، وإن لم يصبني فإني أحمد الله على الحالين. أين المعول؟ هو. اللهم لم نزغ، اللهم لا نريد إلا الخير. ويصعد الوليد بن المغيرة إلى سطح جدار لا يزال متماسكا، ويضرب أحجاره بالمعول، والقلوب من حوله واجفة خائفة تتوقع أن يصاب هو وأن يصابوا هم بالسوء، ولكن شيئا من هذا لا يحدث له أو لهم. ها أنا ذا قد بدأت الهدم ولم أصب بسوء كما توقعتم يا رجالات قريش. من يدري، قد تصاب بعد ساعة بعد ساعات. قد لا يأتي عليك الليل وقد لا يأتي عليك الصباح. إذن موعدنا الصباح عند هذا الجدار بجوار الكعبة إن بقيت بغير سوء،
وإلا فادفنوني هنا في حجر إسماعيل. وتسهر قريش كلها تلك الليلة خائفة ترتعد، وتتوقع الشر ينزل بالوليد ومن وافقه على الهدم. ويصبح الوليد غاديا إلى ساحة الكعبة سليما لم يمسسه سوء، فيسرعون جميعا إلى المعاول ويندفعون خلفه يفعلون مثل ما يفعل. وتصل معاولهم إلى حجارة صماء ضخمة على شكل أسنمة الإبل ثابتة في الأرض لا تتأثر بالضربات مهما كانت قوية، وتأخذهم الدهشة من أمرها ويروحون يتساءلون عن كنهها. مرحبا بكم في قناة فيجيبهم الوليد. أغلب الظن أنها القواعد التي أمر الله سبحانه وتعالى نبيه إبراهيم عليه السلام برفعها. دون شك يا ابن المغيرة، وإنها لحجارة غريبة ليست من أرضنا، فنحن لم نرى مثلها من قبل. إن لونها غريب بالفعل عن ألوان الحجارة التي نعرفها، فلا هو بالأخضر ولا هو بالأزرق ولا هو بين الأخضر والأزرق. لما لا نحاول هدمها لنرى ما تحتها؟ هنا يوافق الجميع على الهدم، ويتحمس الشبان للأمر مدفوعين بحب الاستطلاع، ويبدأون في ضرب الحجارة بالمعاول ضربات قوية. يبدو أنها أصلب وأقوى من المعاول، اضربوها بالعتلة. هيا هيا يا رجال. عجبا، لقد تحطمت العتلة أيضا. هذه الصخور أشد صلابة من الحديد. أيها الرجال، ضعوا عتلة أخرى بين حجرين منها، ثم حاولوا التفريق بينهما، فقد يتحركان من مكانهما أو تفتح بينهما فجوة نرى منها ما تحت هذه القواعد ونعرف شيئا من أسرارها. ويستمع الرجال لقوله، ويمسك الأشداء منهم بعتلة سليمة قوية ويضعونها بين حجرين، ثم يحاولون زحزحتهما. وفجأة يبرق في المكان ضوء يخطف الأبصار. غدا لقاؤنا. الحجر الأسعد، حلقات مسلسلة تكتبها أمين الصاوي، يخرجها فاروق لطيف.